ينضم الينا السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي لوزاره الخارجيه المصريه. سياده السفير، اي افاق تعاون منتظره بين القاهره وباريس في المرحله الانيه؟ هو في الواقع العلاقات المصريه الفرنسيه علاقات وثيقه ومتشعبه وتتناول قطاعات كبيره. الاستثمارات الفرنسيه في مجالات مختلفه داعمه للاقتصاد المصري. الاستثمارات كما قال وزير خارجيه فرنسا في اجتماعي مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم لم تنقطع ولم تتوقف خلال المراحل المختلفة التي مرت فيها مصر عبر السنوات الماضية، وبالتالي ملف العلاقات الثنائية كان حاضرا بقوة في المحادثات بين وزيري الخارجية اليوم. الحديث عن الأزمة الليبية تطرق إليه بشكل عابر وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريا، كيف يمكن استعمال فعالية فرنسا في المجتمع الدولي وأوروبيا لإيجاد تسوية لازمة ومناسبة للأزمة في ليبيا؟ سيادة السفير، القضية الليبية استحوذت على قدر كبير من المحادثات بين وزيري الخارجية اليوم، وأكد وزير الخارجية فرنسا خلال تلك المحادثات أن مصر وفرنسا متضررتان بشدة من استمرار حالة الفوضى والاختلاس الأمني الليبي، وأن هناك قلق كبير لدى ليبيا من استمرار هذا الوضع، استمرار انتشار الميليشيات المسلحة، استمرار انتشار التنظيمات الإرهابية، وأيضا التعثر الذي يصيب عملية المحادثات السياسية وكيفية الخروج من المأزق الخاص باتفاق الصخيرات والبنود العالقة وغير المتوافق عليها في هذا الاتفاق. وكان هناك اهتمام من جانب وزير خارجية فرنسا بالاستماع إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وأيضا بالمبادرة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية التي عقدت اجتماعها الأخير في الجزائر بمشاركة مصر. نعم. وكان هناك أيضا اهتمام بمتابعة المبادرات الأخرى المطروحة ونقاش حول مدى التنسيق بين المبادرات المطروحة إقليميا ودوليا لحل الأزمة الليبية. سيادة المستشار، هل أظهرت فرنسا تصورا ما أو قدمت طرحا ما لإيجاد تسوية للأزمة في ليبيا يكون أكثر تماهيا مثلا مع تصور دول الجوار مصر وتونس والجزائر؟ بشكل عام هناك اهتمام بأن تبدأ المحادثات بين الأطراف الليبية بجدية حول المواد العالقة في اتفاق الصخيرات، والسيد سامح شكري وزير الخارجية شرح الجهود التي قامت بها مصر في هذا المجال وما تم التوصل إليه من توافق بين الأطراف الليبية حول المواد المطلوب تعديلها في الاتفاق والمواد التي يوجد التوافق حولها واتفاق حولها، بما في ذلك أيضا خريطة الطريق التي تم اعتمادها في منطقة القاهرة بين الأطراف الليبية والتي تم من خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي لوضع صياغات بديلة للفقرات المختلف عليها. وبالتالي هناك اتفاق مصري فرنسي حول ضرورة تفعيل تلك اللجنة في أسرع وقت، وضرورة أن تبدأ الأطراف الليبية في التفاوض والتشاور حول تلك المواد، وضرورة أن يتحمل جميع الأطراف الأشقاء الليبيون مسؤوليتهم تجاه الدولة الليبية وتجاه شعب ليبيا واستقرار ليبيا بشكل. واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه الدولة الليبية الآن وربما الجيش الليبي تحديدا مسألة حظر التسليح الواقع أو المفروض على الجيش الليبي، هل تم التطرق بشكل أو بآخر أو طرح رؤية فرنسية لإيجاد مدى زمني على أساسه يمكن رفع هذا الحظر سيادة المستشار؟ هو المواقف الأطراف معروفة في هذا الإطار، مصر موقفها معروف واللي هو الطلبة برفع الحظر عن الجيش الليبي لتمكينه من مقاومة الإرهاب، مواقف فرنسا وغيرها من الدول الدائمة العضوية أيضا معروفة في مجلس الأمن، وبالتالي هذا الموضوع لم يتم التطرق اليه بشكل مباشر ولكن مواقف الاطراف معروفه في هذا المجال. اخيرا سياده المستشار، على مستوى العلاقات بين البلدين، هل هناك رؤيه فرنسيه لزياده حجم الاستثمارات او التبادل التجاري، تعزيز اوجه الاستفاده الاقتصاديه بين البلدين في الفتره المقبله؟ هو هناك اهتمام بطبيعه الحال من الجانب الفرنسي بدعم مصر اقتصاديا، هناك تقدير كبير للجهود الاصلاحيه التي تقوم بها الحكومه المصريه والرؤيه الواضحة المتوفرة لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمالي بشكل عام، وهناك دعم فرنسي كبير لتلك الرؤية وتلك الجهود، وهناك أيضا تقدير للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية في على مسار تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الضخم. نعم، شكرا جزيلا لك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على انضمامك لن نعود